يا كبير، زي ما بقول لك كده، فتشوا اوضته وما لقيوش فيها اي حاجه. يعني طومس ما طلعش جاسوس؟ هو محسن بيه سبها لي عايمه، يعني قال لي احتمال يكون جاسوس بس واخذ احتياطاته، هم يكملوا تحرياتهم. وقال لي كبير خلي عينك عليه، ولو شفت اي حركه كده ولا كده كلمني طوالي. اوه شفت، طلع جاسوس. مالك يا ولي عم تحرك وتفرك عشان تطلعي جاسوس وخلاص؟ شندلتي بالي الله يشندلك، محمل عليك مخدره. اقطع ذراعي ان الموضوع ده فيه اني سي توماس. يا سي توماس لا 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 يا سي توماس. ايه انت والفوازير الرخيصه اللي عم تعملها دي؟ صباح الخير يا كبير. صباح الزف. الهوا فين سي توماس؟ عاوز ليه؟ اصل داله دواب مهم ضدي وانا داية بهوله. فيه دواب ده؟ ما خبرش والله يا كبير، اصل هو يوماتي موصيني اعدي على مكتب البوسطه واول ما ادي الدواب ده ادي بهوله دل. هات الدواب ده. ايوه بس سي توماس موصيني ادي له الدواب ده بنفسي. اكيد ما سمعتش صح. اكيد. ثانيه واحده. قولك ده تاني. اقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه. قلت ايه يا؟ والله ما قلت حاجه. لا قلت. والخاتمه الشريفه ما قلت حاجه. قلت يا؟ والله ما قلت حاجه. قلت والله ما قلت حاجه. يدوم عزك يا ابني وبتعيش وتجيب. انا قلت لي خليك واقف وما تضحك. جمعه كنت فين؟ شغلتني عليك. انت يا دي ايه؟ قفشت الواد هدرت جايب الجواب ده لتوماس وقال لي انه كان موصيه انه اول ما يجي الجواب ده يجي له طوالي. شفت يا كبير مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ واحنا اثنين فتحناه ولا شفنا فيه ايه؟ ما دام مسروع عليه كده يبقى الجواب ده مهم قوي، اكيد جاي له من البيت الكبير. البيت الكبير؟ ايوه القياده العليا. تقول لي عليا وسفلى وتعمل لي فيها تيسير فهمي. طب هات الجواب بس الاول نفتحه من غير ما يعرف ونشوف فيه ايه. وحتفتحيه كيف من غير ما يعرف؟ عيب عليك يا كبير. يا بنت اللعيبه. يا دي الخيبه، الجواب كله مكتوب بالانجليزي مش حنفهمه منه ولا كلمه. وانت فكرك يعني ان اللي مكتوب ده هو الجواب الحقيقي؟ ده يبقى شغلة تلامذة، اكيد الكلام اللي جايله مش هنشوفه عادي كده. امال هنشوفه كيف يا كرومبو؟ عن طريق نظرات السري دي؟ ده اكيد مكتوب بالحبر السري. بوه وده هنقروه كيف؟ بسيطة، هات شيل البراد. شيل البراد. ايه يا تيرا تعمل ايه؟ انا بس حشمم الجواب النار قوم الحبر السري يظهر على طول. يا كبير ما هتعرف. لا انت فتحت الجواب انا اللي حشممه النار. ها صح. فكرك لو شممت النار الكلام اللي هيظهر هيظهر بالعربي ولا بالانجليزي برضك؟ ما هتفرقش يا كبير، ما هو لو فيه كلام بان يبقى اكيد جاسوس. بقره بقره. بسم الله. خلي بالك ما فيش حاجه بتظهر. قرب شوي. خلي بالك يا كبير. ما تخافيش ما تخافيش، شميم النار دي حرفه، ده غير انه يتطلب سنس. ايه اللي عملته ده يا كبير؟ غصب عني انسان يعني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع يا وليه، كيف ما حركت الجواب صالحي غلطتك. فاضي انه شغل النسوان دي. ميكي بالعربي يا معلم مريبة موت. تصدق دونالد داك مسمينه بطوط؟ ايه ده؟ وضرب بوم وتراخ وطاخ. خلاص يا جوني لو مش عاجبك ما تقراهاش. لا لا انا يعني هبطل اقرا الكلام، اتفرج على صور هفهم الستوري. ايه الفرق ده كله؟ ما تطلع تشتغل فوق في الاوضه. لا مش هينفع، السيجنال فوق وحشه جدا، هنا احسن بكتير. يا توماس. ايوه دي فيه جواب جالك كده وانا حطيته لك في الترابيزه اللي وراك دي. ايه ده بجد؟ ده من السي اف اي يا معلم. بجد؟ السي اي اي؟ ايه ده؟ هو الجواب محروق كده ليه؟ اكيد من الحر يا معلم. ايه ده يعني يتحرق الجواب من النص ومحطوط في ظرف، الظرف ما يتحرقش؟ سو وات؟ فين المعجزه في الموضوع؟
جواب اتحرق كله جوه ظرف ما حصلوش حاجه، فين المعجزه؟ فين الغريب في الموضوع؟ مش فاهمك. طب خلاص اوكي، انا اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اقرا الظروف يا معلم وكده تفهم حاجه يعني، ما تقفرش. اوه ده الدكتور بتاعي عايزني ابعت له المعلومات والصور اللي انا جمعتها عشان احطها في الفايل بتاعي وبسرعه جدا. وبسرعه ليه؟ انت استحاله تقدر تجمع المطلوب منك. انا هضغط على نفسي اليومين دول. واضح ان احنا دخلنا في مرحله الجد. يا كبير يا كبير. ايه؟ شكي طلع في محله. توماس بيشتغل مع المخابرات الامريكاني. مخابرات الامريكاني؟ عرفت منين؟ سمعت بوداني وهو بيقول ان الجواب ده جاله من السي اي اي، والسي اي اي هذه ترجمتها المخابرات الامريكاني. انت متاكده يا بنت ان هي دي الترجمه الحرفيه؟ الا متاكده يا كبير، ده كل الممثلين الامريكان بتوع الاكشن شغالين فيه. يا وقع مربربه. وفي حاجه كمان يا كبير. ايه؟ اخوك جوني بيشتغل مع توماس. كيف يعني؟ توماس كان بيقول له لازم نبعت الصور والمعلومات، فجوني قال له مش هنلحق وان الموضوع دخل في الجد. لا 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 يا هديه، لا يمكن جوني ولد امي وابوي يخون بلدي واصل، اكيد في نوع من انواع المسكومينيكيشن. اهدى يا كبير، اكيد المغريات كانت اقوى منه. مغريات ايه؟ وايه اللي كان ناقصه؟ فلوسه معاه، صحه وعنده. بالاكبر ولسه جايب الليتست، اخر برد لسه جايبه. ناقصك ايه تاني يا جوني عشان تخون بلدك؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا كبير، احنا لازم نبلغ محسن بيه. هتعمل ايه يا كبير؟ اكلم محسن بيه. لا ما تكلمهوش من هنا، لا يكونوا زارعين ميكروفونات ولا حاجه. كلمه من تحت يا كبير. بقول لك ايه يا كبير، وانت نازل تكلم الدليفري بقول له يجيب لنا ملك تشيك. ايوه يا كبير. ايوه يا محسن بيه، الواد طلع بيكلم السي اي اي. سي اي اي؟ دول عاوزين يجيب لهم كل التصاوير والمعلومات في اسرع وقت. انت متاكد يا كبير من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي متاكد. بقول ايه؟ انا بقول ادخل عليه انا وثلاث اربع رجاله صحتهم مليحه، ننتعوه الالقه تمام وانفخولك وعلقهولك، وانت تاجي تاخده على الجاهز يخرج لك بكل حاجه. تنفخ مين وتعلق مين يا مجنون انت؟ انا قلت يعني ارد جزء من جميل مصر عليه واحط البصمه بتاعتي. لا ما تتصرفش من دماغك، احنا لسه بنعمل تحرياتنا وبعدين رجالتنا كلها حواليك. ما تقلقش يا كبير، احنا في ظهرك. طيب سؤال، يعني هي كلمة السر لساتها زي ما هي ولا تغيرت؟ ايوه لسه زي ما هي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور. على نفسي. سلام عليكم. سلام عليكم يا غالي يا ابن الغالي. سلام. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. اروح ادور اروح ادور اروح ادور على نفسي. فزاح. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ايه النور ده؟ يسعد مساك يا كبير. يسعد مساك يا دي فزاح. يقطعني. يسعد مساك يا فزاح باشا. مشتي ما عاوزت جنابك مني اي حاجه. امرني يا كبير. الامر لله وحده. انت ما عرفتش قد ايه كبرت في نظري. ربنا يخليك. ابقى سلم لي على محسن بيه. محسن بيه مين؟ فزاع. اللعبه كلها معموله على يدي انا الكبير. سركم كبير ما تخافش. يلا 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 عشان ما نصيرش شكوك. روح كمل دور الغفير اللي عم تلعبه معايا بقالك سنين. والله يا قنعتني. يلا يلا. طيب. فزاع. ايه امر جنابك. نفسي اصل ايه حسب. مصر امانه في رقبتك يا فزاع. عمار يا مصر.
طيب. روح ادور، روح ادور، روح ادور على نفسي. طمني، ايه الاخبار؟ مالك يا كبير؟ انت بتبكي؟ دموع الفرحة. طب فرحني معاك. فزاع. ماله؟ طلع ضابط في المخابرات المصرية. فزاع؟ زي ما بقول لك كده. وانا في الجنينة بكلم محسن بيه في التلفون، قال لي ما تخافش يا كبير، رجالتنا حواليك في كل حتة. وأول ما قفلت معاه المكالمة لقيت فزاع بيقول لي كلمة السر. بتتكلم جد يا كبير؟ وأنا اللي كنت بهزك فيه وأطخ كل كف والتاني بأيدي اللي عايز أقطع هدي. قلت لك إيه؟ نقيب ولا رائد؟ ممكن ما يطلعش اسمه فزاع من أساسه، ممكن يبقى مدحت ولا رؤوف. وأنا قلت لك يا كبير الموضوع مش سهل، وراه إنه وها الحكومة عارفة كل حاجة ومرشقة رجالتها في كل حتة في البلد. اسمع يا هدي، ما عاوزكيش تلتي وتعجني في الموضوع ده مع أي أحد. تعاملي مع فزاع كأنه غفير عادي عندنا. الموضوع المرة دي كبير، مالها أعصابي. طب ريح يا كبير ريح. أنا أروح أغير خلقاتي وأخذ شاور وأكوى على أيوة كنبة. شوي مهملين المذاكره وقاعدين عم تتجسسوا. قوم يا انت هو بدل ما بلغ عنيكم. يا هو الواحد ما يقدرش يقسس شوي في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هدلالك يا ريب من الجاسوسه.